هو إنذار لوجود حريق، ولكن في الحقيقة هي مناورة تطبيقية بإحدى غابات المجاورة للرائد الأخضر، فبتوصيات من والي ولاية المدية وتحت إشراف رئيس بلدية جواب وبمشاركة كل من الحماية المدنية لدائرة السواقي وفرقة الدرك الوطني لجواب وممثلي انقطاع الصحة والأشغال العمومية وكذلك إدارة الغابات. تشرف مقاطعة الغابات بن سليمان بحضور هذه المناورة التي نظمت في إطار تطبيق تخطيط مخطط النجدة للطوارئ وتدخل البلدي الخاص ببلدية جواب، وهذا بتسخير كل الوسائل التقنية من وسائل بشرية وسائل المادية بالإضافة إلى زملائنا في الحماية المدنية. وقد قمنا بتطبيق يتمثل في إشعال ولا إضرام نار على مستوى قسم جواب من أجل اختبار مدى فاعلية وجاهزية هذه الوسائل المادية والبشرية. حيث تم التدخل تاعنا احنا كمؤسسة ممثلة في مؤسسة العمومية الصحة الجوارية بن سليمان، تحديدا عيادة متعددة خدمات بجواب، في إنشاء مركز طبي متقدم على مستوى الواقعة، حيث استمرت العملية في ظروف جد عادية واكتسبنا يعني خبرات مهنية نستفادوا منها ونستحقوها في المشوار القادم تاعنا. تنفيذا لتوصية سيد ولي ولاية المدية سيد جيد موس، وتنفيذا لفحوى المادة رقم 47 من القرار أو المرسوم التنفيذي رقم 1959، حيث أن فحوى هذه المادة تقول أنه يوجب على كل البلديات إجراء عمليات أو محاكاة ميدانية من أجل تخطيط من أجل تنفيذ مخطط النجدة البلدي. قمنا باستدعاء كل المقاييس التي تدخل ضمن هذا المخطط أول أمس، وذلك تحضيرا لإجراء محاكاة ميدانية على مستوى إقليم بلدية جواب، حيث كان الهدف من هذا المناورة هو الوقوف الفعلي على مدى جاهزية الإمكانيات المادية والبشرية التي تدخل ضمن مخطط تنظيم النجدة البلدي. هذه المناورة التطبيقية كللت بالنجاح وتثبت مدى جاهزية كل العناصر في مجابهة الحرائق.